ناشطون من مختلف التنظيمات المدنية والسياسية تظاهروا من أجل المطالبة بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل في أول تظاهرة من نوعها في تونس تنظم خصيصا لهذا المطلب. المشاركون في المسيرة التي دعا إليها التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث طالبت بمراجعة قانون المواريث القديم المستمد من أحكام القرآن والذي يمنح للأنثى نصف حق الذكر في الميراث، معتبرين أن ذلك يتعارض وقيمة المساواة التامة التي نص عليها الدستور التونسي. هذه مسيرة للمطالبة بتطبيق الدستور وبتطبيق مبدأ مدنية الدولة. احنا النهار هذا استنيناه ياسر، عندنا أكثر من 15 سنة نحكيو على المساواة في الميراث، وقتها كانت سيونس فيكسيون بالنسبة لنا، ولكن بعد الثورة أصبح المستحيل ممكن. ما دمنا نحكيه على مساواة بين الرجل والمرأة واللي هي مكرسة بالدستور التونسي واللي هو اختاروه القوى المحافظة اللي تحكي عليها أنت والقوى التقدمية، دونك اخترنا أنه دولة مدنية، دونك لا مكان ولا مجال أن نحكيه أنه مخالف للشريعة أو غيره. الجدل حول مطلب المساواة في الميراث عاد بحدة إلى الواجهة بعد أن أعلن الرئيس التونسي في شهر آب أغسطس من العام الماضي تأييده للمساواة التامة بين المرأة والرجل لتشمل الميراث، وقد أعلن حينها عن تشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كلفت بتقديم مقترح لتعديل القانون الحالي بما يحقق مبدأ المساواة. وفي مواجهة القوى التقدمية التي تطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث تتشبث القوى الدينية والسياسية المحافظة وفي مقدمتها فقهاء مدرسة الزيتونة الدينية برفض المساواة، وترى أن مراجعة القانون المستند إلى الشريعة الإسلامية يعد تعديا على الأحكام الباتة للإسلام. نص قطعي، قطعي في ثبوته، معناه لا مجال للكذب فيه، يعني ورد علينا كما نزل على رسول الله، وقطعي في الدلالة، معناه المستفاد منه، معناه لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى خلاف. تصاعد الحراك المطالب بتحقيق المساواة في الميراث بين الجنسين يراه مراقبون، مقدمة لعودة المواجهة بين القطب الحدثي وغريمه المحافظ في مجتمع حظيت فيه المرأة بمكاسب حقوقية غير مسبوقة في البلدان العربية والإسلامية الأخرى. الاحتكام إلى الشارع خيار اتخذته القوى المدافعة عن المساواة في الميراث للمطالبة بتنقيح القانون الحالي بما يتلائم ومقتضيات الدستور الجديد، الأمر الذي تعارضه القوى الدينية المحافظة في المجتمع. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.